صباح الخير يا أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الحياة أسرار. النهاردة معانا سر جديد من أسرار الحياة، وهنشوفه إن شاء الله بعد الفاصل مع ضيفتنا دكتورة شيرين أحمد خليل. أهلا يا دكتور، إن شاء الله هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. أستاذ دكتور شيرين أحمد خليل، أستاذ مساعد الطب النفسي كلية طب عين شمس، دكتوراه الطب النفسي كلية عين شمس، ماجستير المخ والأعصاب والطب النفسي طب عين شمس، عضو الجمعية المصرية للطب النفسي. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل. كلنا عارفين أن الإدمان مش بس إدمان مخدرات، الإدمان هو كل ما اعتاد عليه الإنسان أو اعتاد تكراره كل يوم في حياته عامة. ده اللي هنعرفه النهاردة بالتفصيل مع الدكتورة شيرين أحمد خليل. ازيك يا دكتور؟ أهلا بيك يا باري، ازيك؟ عاملة ازي حضرتك؟ منوراني في الاستوديو. ربنا يخليكي، ميرسي. دكتور، طبعا حضرتك الإدمان مش هو بس إدمان مخدرات زي ما الناس كلها عارفة، أو مش هو إدمان الحاجات اللي هي فيها مخدر أو كحول أو كده. بصي، هو الإدمان ده مصطلح لوحده، تمام، بيندرج تحته حاجات كتير قوي. يعني إيه أصلا كلمة إدمان أو سلوك إدماني؟ بالظبط. إدمان معناها إن في حاجة أنا الحاجة دي عندي ارتباط شديد بيها، ارتباط شديد لدرجة إنها ممكن تحل محل حاجات مهمة جدا في حياتي، ممكن تحل محل نشاطات اجتماعية، تحل محل شغلي، تحل محل مثلا نشاط رياضي أنا كنت مهتم بيه أو ملتزم بيه. الشخص اللي عنده مشكلة إدمان أو سلوك إدماني بيبدأ الأول في الحاجة دي يعني بالتدريج. يعني مثلا أنا عندي إدمان على مادة مخدرة معينة، تمام، حشيش مثلا، أبدأ بسيجارة واحدة، بعدين بعد كده بالتدريج السيجارة الواحدة دي ما بقتش بتديني الإحساس اللي أنا عايزه، فتفضل تزيد 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 لحد مثلا باخد اتنين تلاتة ومش كافي برضو. أبدأ إن أنا كنت باخد مثلا مرتين تلاتة في الأسبوع، يفضل يزيد لغاية ما ألاقي نفسي أنا بقيت باخد كل يوم، باخد كل يوم أكتر من مرة. يبدأ الموضوع يتدرج لدرجة إن أنا يبدأ الحاجة اللي أنا مدمن عليها دي تشغل تفكيري طول الوقت. يعني مثلا أبقى قاعد في وسط مجموعة ناس وكل تفكيري في الحاجة اللي أنا بحبها ومتعلق بيها ومدمن عليها، تمام، تسبب لي خسائر، تسبب لي مشاكل، احاول ابطلها افشل، ما اقدرش ان انا ابطلها، الاقي نفسي بحاول ابطل يوم التاني انا وقعت تاني مش قادر استمر، وارجع تاني رغم الخسائر والحاجات اللي انا عارف انها بتضرني وبتاذيني. وطبعا انت عارفه ان اكيد بيبقى في مراحل، يعني في مراحل بتبقى مراحل بسيطه او بدائيه، وفي مراحل اللي احنا بنقول عليها المراحل القصوى للسلوك الادماني. هتلاقي بقى مش مجرد ادمان المخدر، يعني هتلاقي تحت بقى بند السلوك الادماني ده بيندرج حاجات كتير جدا غريبه. يعني مثلا من الحاجات اللي بتندرج تحت ده الانترنت ادكشن، تمام، ادمان النت، السمارت فون ادكشن، ادمان الناس على الموبايل، 99.9 بالظبط، حاجه منتشره جدا. وعلى فكره الانترنت والسمارت فون ادكشن والانستغرام ادكشن والكلام ده كله بدا مؤخرا يتعمل عليه ريسيرش في اخر 10 سنين، يتعمل عليه ريسيرش كتير جدا عشان يجوين التشخيصات العالميه لانه يبقى واحد من الامراض اللي تتحط تحت البند بتاع الادمان. طيب دكتور، ممكن حضرتك تقول لنا ان ديتيلز انواع، يعني تعرفي انواع الادمان تفصيليا؟ بصي، احنا عندنا ادمان المخدرات ده اللي بيندرج تحته بقى نوعيات كتير قوي، سواء كان ادمان الحشيش، ادمان الكحوليات، ادمان حاجات زي الكيميكالز، يعني زي هو الاستراكس ده نوع من انواع الحشيش اللي هو الكيميكالي او المصنع كيميائيا، بيبقى مخلوط ببعض الحاجات بس هو في الاخر حشيش. في بقى ادمان للحاجات اللي هي الكيميكال، زي مثلا الناس اللي بتاخد الزانكس، الزولام، الادويه اللي من نوعيه دي، الليريكا، في دواء كان اسمه الليريكا بس ده دواء اعصاب، في التهاب الاعصاب دلوقتي داخل جدول اول لانه اصبح خلاص ادمان، تمام. عندك ادمان الهيروين والترامادول، الكوك والترامادول برضو دواء بونز، دواء عظم. الترامادول فعلا من الحاجات الادويه اللي كانت نازله الاول للالام الشديده، سواء كانت لمرضى السرطانات او لاي الم شديد بعد مثلا تعافي بعد عمليه او حاجه، وبعد كده دخل برضو واصبح جدول اول، واصبح حتى المرضى اللي محتاجين دول ما بيحصلوش عليه، ما بيعرفوش يجيبوه. بالظبط. طيب نبعد بقى عن ادمان المخدرات، نخش على الانواع الاخرى بقى. بالظبط. عندنا في ادمان الانترنت، ادمان الفيديو جيمز، ادمان الشوبينج، ادمان الاكل، فود ادكشن، السمارت فون ادكشن، ادمان استعمال الموبايلات، وهتلاقي بقى تحتها بيندرج حاجه مثلا اسمها السيلفي، في ناس عندهم ادمان السيلفي. في ناس عندهم مدمنين اللي هو كل لقطه لازم اخد فيها سيلفي. تمام. الانستجرام لازم طول الوقت انزل على الانستا كل حدث وكل ايفنت بعمله.
تمام. في عندك بس هو ده بيبقى نوع من انواع الدعايه يا دكتور، يعني في ناس مثلا عندها شغل او عندها حاجه مثلا يعني برودكت معين او حد يعني من عشان كده احنا مش هنشخصه ادمان اللي توفرت فيه البنود اللي احنا قلناها. تمام. ما هو لو انا حتى ايفن انا عندي مثلا ادمان على السمارت فون، فانا بدات ان انا ليل ونهار ماسك الموبايل بتاعي، بدا يبقى عندي تقصير في علاقاتي الاجتماعيه، بدات اخسر الناس اللي حواليا، بدات اروح الشغل مش مركز في شغلي، بدات طول الوقت قاعد عليه مش عارف اعمل اي نشاط بره، لدرجه ان في حالات بتوصل انه ما بياكلش كويس وما بينامش كويس وعصبي جدا ومنفعل طول الوقت. طبعا لان كل الحواس بتاعته ده غير واحد تاني بيستعمله مثلا عدد ساعات معين، بعد كده بقيت نشاطات حياتي ماشيه عادي وحياتي طبيعيه، ده هنا مش هيبقى ادمان. وبعدين علشان اقول برضو ان هو ادمان لازم يكون الاستعمال معظم الوقت غير هادف. تمام. مش استعمال هادف. تمام. طيب دكتور هنتكلم دلوقتي على الادمان بتاع الانترنت وعلى والحاجات بتاعت السوشيال ميديا والفيديو جيمز اللي هي الحاجات اللي بتختص الاطفال او اللي هو سن المراهقه. احنا كنا عاملين بحث السنه اللي فاتت عندنا في جامعه عين شمس عن الادمان في العمر بتاع اولاد المدارس في مرحله الثانوي. عملناه الحقيقه على 6 مدارس، ال6 مدارس دول كان بيضموا مدارس حكوميه ومدارس برايفت. النسب اللي طلعناها كانت غريبة جدا وكانت تخض. أولا احنا لقينا أصلا أن الولاد اللي عندهم أقصى درجات الإدمان فيهم 6%، ده رقم مش قليل من 750 طالب. تمام. الولاد دول 6% دول 30% منهم وصلوا أن هم عندهم ما يسمى بالأفكار والرغبات الانتحارية. اذا كان في فتره كده طلعت على الانترنت في لعبه كده بابجي ولا لا مش بابجي، كانت اللعبه اللي بتخلي الولاد ينتحروا. وفعلا حصلت حالات انتحار. بالظبط. بصي هو من الاول لازم يكون ابني دوت او الولد المراهق او البنت المراهقه هو من الاول غالبا هيبقى عنده استعداديه للمشكله. يعني معظم الناس اللي بيخشوا على الانترنت من المراهقين فترات طويله هو مثلا خجول اجتماعيا، ما بينسجمش قوي مع اصحابه، ما بيمارسش نشاطات كفايه، فعنده وقت فراغ كتير. فلما هيخش في الكلام ده عرضه اكتر لمعدلات الانتحار العاليه وللاكتئاب والقلق والتوتر. طيب دكتور ازاي الام تاخد بالها او تبدا تحس يعني ايه ناقوس الخطر زي ما بيقولوا، لما الام تستشعر بايه او لما تحس بايه تعرف ان ابنها عنده مشكله؟ احنا ما بنشوف الحالات دي للاسف، احنا بنشوفها متاخر في العياده. تيجي تقول لك ان هو في البدايات كان دايما منعزل على طول قاعد في اوضته لوحده، ما بيجيش يقعد معانا. حتى ايفن ساعه مثلا الوجبات او مثلا هناكل الغداء مشترك مع بعض او كده، لا اما اخلص الجيم اللي في ايدي مثلا او بعمل شير لحاجه او بفولو حاجه وجاي ويغيب ما يجيش. يبدا يبقى متقلب المزاج جدا، شويه موده كويس فجاه موده قلب على الناحيه الثانيه. عصبي، اهتمامه بكل الانشطه بتاعته مش موجود، كان بيصلي بطل صلاه، كان بينزل يلعب مع اصحابه مثلا كوره بطل. كانت بتخرج تروح تقعد في كافيه مع زميلتها، لا خلاص ما بقتش حابه دوت، ما انا كده كده يا ماما مثلا ماسكه الموبايل واحنا عاملين جروب وبنشات مع بعض فما فيش داعي للنزول. تمام. وتبدا تزيد بقى الليفلز لدرجه ان في ولاد بيوصلوا، دول بقى اللي احنا بنشوفهم في اخر المطاف، يعني ان هو عنده نوبات من العصبيه لدرجه هو ممكن يقوم يكسر الدنيا لو حد اتناقش معاه في استخدامه للجيمز او للانترنت او للموبايل، او لو حد هدد ان هو هيسحب الجهاز منه او سحبه اوريدي. طيب دكتور بعد اذنك هناخد المكالمه. الو 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 صباح الخير. صباح الخير. لو سمحتي كنت عايزه اشارك واسال الدكتوره سؤال. اتفضلي الدكتور معاكي. دلوقتي انا فهمت من الدكتور ان ساعات السوشيال ميديا والتليفون ممكن من ان هو عاده يوصل لدرجه الادمان. طب ازاي نقدر نحل يعني نتحكم في الموضوع ده بالنسبه للكبار كمان بالنسبه لاولادنا؟ تمام. اوكي. في حاجة حضرتك هتحبي تسألي عليها تاني يا أستاذة ريهام؟ شكرا متشكرة قوي. تحت أمر حضرتك، اتفضلي. طيب هو بالنسبة لل طيب دكتور معلش وحضرتك فاكرة السؤال صح؟ اوكي طب معانا اتصال تاني أستاذ حامد. أوكي. من القاهرة اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، اتفضل حضرتك. أنا آسف للإزعاج يا دكتورة، أنا بس كنت عايز أعرض حضرتك عليكي حاجة، أنا مش فاهم الأمور اللي أنا فيها حضرتك معلش. أنا مريض ورم فقاع الغدة النخامية بالمخ من حوالي 17 سنة. توجهت لأحد أطباء المخ والأعصاب اللي صرف لي أدوية شديدة الخطورة من الجدول الأول، زي الألفاكامفين، زي الاستادول، زي الفاليوم، زي الاستسوليد، وما يليها بقية الجدول لغاية آخر حاجة اتكلمت عليها حضرتك، اللاريكا والكاميريكا
والحاجات دي يا حضرتك. سبب صرف الأدوية دي كان لتسكين الألم ولا كان إيه الهدف منها؟ حضرتك لتسكين الألم، لتسكين الألم، ولكن حضرتك الأدوية دي يعني تعبتني بالزيادة، خلت عندي الكبد وخلت عندي السكر يعني خدت مرحلة أكتر وتعبت. وبعد 17 سنة يا دكتورة من أخداني الأدوية توجهت لأحد أطباء المخ والأعصاب الموجودين حاليا حضرتك، وقال لي على أشعة رنين حضرتك وطلعتها له، ولقيتها ولقى إن ما فيش ورم فوق الغدة النخامية، ده كل اللي موجود شوية التهابات وانتهى الامر. تمام. 17 سنه لغايه ما اصبحت جثه هامده يا دكتوره. هل احنا قابلنا مشكله ادمان على الحاجات دي ولا قدرنا نبطلها بسهوله بعد كده؟ والله ما لا 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 ما قدرتش ابطل ايه، انا لغايه دلوقتي انا ما بقدرش اتحرك حضرتك من تمام. المكان. لسه لغايه دلوقتي معتمدين على الحاجات دي. طب قولي لي حضرتك اطلع ازاي؟ طب قولي لي حضرتك ساعديني ساعديني لوجه الله تعالى وتبني حالتي يا دكتوره. أنا ما عنديش القدرة ان انا اروح لدكتور. تمام. فارجو من حضرتك ان اخد رقم تليفون حضرتك واتواصل معاك لوجه الله تعالى. تمام، اوكي، تحت امرك يا فندم. شكرا لحضرتك، والدكتور هتجاوب حضرتك. شكرا استاذ حامد. طيب هنرد الاول على السؤال الاولاني بتاعت ازاي نتحكم اصلا احنا ما نوصلش لمرحلة الادمان على الانترنت او على السمارت فون. بصي، هو احنا دايما بنقول ان الادمان عند الكبار بتكون المخاطر بتاعته اقل بكتير من اللي في سن الاطفال او المراهقه، تمام؟ لان في سن الاطفال والمراهقه ده لسه سن لتشكيل الشخصيه، بيبقى فيه طبعا اندفاعيه عاليه جدا، فبالتالي الانفولفمنت او ان هو يعني يبقى مرتبط قوي بالحاجات دي بيبقى اعلى بكتير، والمشاكل الناتجه عنه بيبقى اعلى بكتير. تمام. لكن في العموم دايما احنا بنقول لو انت عملت هيلثي لايف ستايل، يعني نمط حياه صحي، فرصك للدخول في اي عاده ادمانيه من اي نوع هتبقى قليله جدا. يعني ازاي؟ يعني انا مثلا مقسم وقتي ما بين ان انا ليا نشاطات اجتماعيه بعملها مزاجي حلو او مزاجي وحش، ان انا في رياضه بمارسها، ابسط رياضه بمشي 3 مرات في الاسبوع نص ساعه، وتصاعديا بقى على حسب انت تقدر تعمل ايه اكتر من كده، ان انا عامل دايما زي ما بيقولوا كده مونيتورنج لنفسي، انا بتابع نفسي. يعني انا مثلا عامل حسابي ان انا هقعد ساعتين ماكسيمم 3 ساعات متقسمين على مدار اليوم، لقيت نفسي قعدت اكتر من كده بالعافيه قوم اشغل نفسك في حاجه ثانيه. انا بكون مقياس نفسي بالظبط. في الاطفال ده مش هتلاقيه، او في المراهقين هو مش قادر يكون مقياس نفسه اصلا. عشان كده احنا هنا بنقول بقى ده هيبقى دور الام والاب، انت اسحبه. طب هسحبه ازاي؟ ما هو بيقوم يتعصب عليا. اسحبه في ان انت شاركه في نشاط ثاني لطيف، شاركوا فيه، يعني خدوا مثلا قول له احنا هنروح مثلا النادي نعمل حاجه مختلفه. تمام. احنا دلوقتي بقينا بنشوف الولاد بيخرجوا يروحوا النادي ماسكين برضو الموبايل وماسكين يلعبوا في الفيديو. طب احنا جايين النادي ليه؟ ما احنا ما بنتحركش، احنا خارجين ليه اصلا؟ فلو انا قدرت ان انا احقق الهيلثي لايف ستايل دوت الدنيا هتمشي كويس. هيتبقى كميه قليله جدا من الناس اللي احنا بنقول ان هم عندهم ما يسمى بالاستعداديه الادمانيه. الناس دي احيانا هيبقى صعب قوي السلف كنترول بتاعهم على نفسهم. لو انا شايف نفسي من النسبه القليله دي يفضل طبعا ان انا الجا هنا لطبيب نفسي او لمساعده من حد متخصص. طيب دكتور، قبل ما نجاوب على السؤال التاني بتاع استاذ حامد هنطلع فاصل اعزائي المشاهدين ونرجع لكم تاني. اعزائي المشاهدين رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دكتور نكمل نرد على السؤال التاني. بالظبط. السؤال التاني حقيقه طرح موضوع لطيف جدا ومهم جدا احنا ما قلناهوش. احيانا بيكون الادمان على بعض العقاقير بسبب زي ما بيقولوا كده سوء كتابه الدواء او سوء استخدامه. يعني يا اما الدكتور كتبه بدون متابعه لفتره معينه، ان انا مثلا الدواء ده ليمتد بالفتره الفلانيه وخلاص، وان انا هتابع المريض بتاعي، وان المريض بتاعي ده لو بيعلي الجرعات او بيستخدم اكتر من دواء مع بعض ابدا اقلق او ابدا ان انا اوقف. او سوء استخدام المريض ان هو راح مره اتكتبت له روجيتا ويفضل، يعني مثلا في مرضى يروح ياخد روجيتا معينه ويفضل ماشي عليها ازمنه بدون متابعه. فاحيانا بيحصل نوع من انواع الادمان على بعض الادويه زي اللي هو قالها في التليفون يعني، ودي الحقيقه حاله غصب عنه، وبيبقى حاجه بصراحه يعني التعامل معاها صعب جدا. هو بيقول 17 سنه من الاعتماد على هذه الامور.
هنا انا بقول ده نوع من انواع الادمان اللي لازم يستدعي بندين العلاج، سواء كان هيكون بند العلاج الدوائي، لان المواد ديت هو معتمد عليها بقى لها فتره طويله واكيد غيرت في كيمياء المخ تماما. والجزء الثاني العلاج النفسي السلوكي اللي لازم يتم في عياده طبيب نفسي. حاله 17 سنه من التعود على الادويه ديت وبالكم اللي هو بيقوله دوت لازم اللجوء لده، وبنبدا نشوف ما يسمى ببدائل لعلاج الالم لو الالم لسه مستمر حتى الان. بس هو قال لنا ان هو كمان حتى ايفن الرنين بتاعه مطلع ان الحمد لله ما فيش ورم الحمد لله، فده معناه ان هو ان شاء الله فرصه ان احنا نقدر نعالج دوت وان احنا نستغنى عن الادويه دي بالتدريج هيكون مش صعب. طيب يا دكتور، عايزين نعرف او نرجع تاني لنفس النقطه بتاعه الادمان بتاع السوشيال ميديا وادمان الالعاب بتاعه الموبايل، لان انا كنت قريت ان نسب فعلا الانتحار، او حضرتك قلتي ان نسب الانتحار زادت كتير، او معدل الاكتئاب. على فكره مش معدل الاكتئاب بس في الاطفال، معدل الاكتئاب كمان في الكبار، في اللي هو السن وفي الشباب وفي الكبار كمان بالزبط. لان بقيت اشوف كتير قوي اي ناس على الكافيهات، حتى في الريستوران، يعني بيروحوا ياكلوا، بيروحوا يقعدوا، بيروحوا يعني بيجمعوا بعض عشان كل واحد يمسك الموبايل بتاعه قاعد في وشه. في ناس بتبقى قاعده بتبعت مسجز تكومينيكيت مع بعض من خلال، وهم قاعدين مع بعض. يعني انا والله في ناس، يعني ممكن دي في حاله ان انا مثلا في عايزه اقول حاجه ومش عايزه حد ياخد باله منها، لكن ابقى قاعده مثلا مع اختي ولا صاحبتي ولا وات ايفر مين الناس اللي انا قاعده معاهم، وفجاه بدون اي مقدمات احنا قاعدين نبعت لبعض بالواتساب علشان احنا مكسرين نتكلم. لا ما هو ايه كده؟ بصي، هو فعلا النسب عاليه قوي، يعني النسب العالميه اصلا لادمان الانترنت بيتراوح ما بين 8% لحد 36%، ودي نسب عاليه قوي قوي قوي. تمام. اللي هو بيسموها البروبلماتيك انترنت يوز، ولقوا بقى تحتها حاجات كتير قوي. لقوا تحتها الانستجرام، المواقع بتاعه الشاتنج، لقوا تحتها الفيسبوك. نسبه الادمان على الفيسبوك واصله من 4-6% من المجتمع، متخيله دي نسب عاليه ازاي؟ طبعا. الادمان على الفيديو جيمز، الفيديو جيمز اكتر فترات للادمان عليها بتكون موجوده في مرحله المراهقه، بس الحقيقه في حالات كتير كبار ومدمنين. يعني في مثلا سيدات بيبقوا عندي في العياده تقول لي دكتور يعني انا جوزي مفيش اي اهتمام، طول ما احنا قاعدين من ساعه ما يدخل من الشغل ماسك الموبايل قاعد يلعب اللعبه اللي اسمها بابجي دي، بابجي دي جت عليا بخساره. اوكي. لانه فعلا قاعد فاتح بقى الكوميونيكيشن وعمال يتواصل مع الناس ويلعب معاهم، ونسي اصلا ان البيت ده فيه مراتي وفيه ولادي وفيه اي حد من اساسه، وبيقضي فيها عدد ساعات لغايه ما انام. فالفيديو جيمز حتى ايفن في نسب ادمان عليها موجوده في الكبار. في حاجه لطيفه قوي ان في زي ما بيقولوا كده سكيلز يعني مقاييس. طيب دكتور معلش قبل ما نكمل معانا اتصال. الو استاذ محمود. الو. ايوه. صباح الخير يا فندم. صباح النور. ممكن بس اتكلم مع الدكتوره؟ اتفضل دكتور معاك. حضرتك يا دكتور انا بشكركم على الموضوع الحلقه الجميل ده، بس انا بتكلم ان فعلا في ناس فعلا يعني معتقده ان الادمان بس هو مخدرات، يعني في ناس اللي مش فاهمه كويس. لا، الادمان دلوقتي بقى باشكال مختلفه. تمام. يعني فعلا ادمان المخدرات دي حاجه من الحاجات الكتير اللي من طرق الادمان، يعني مثلا ادمان الفيسبوك، النت، الحاجات زي كده. تمام. فانا عايزين نعرف ازاي فعلا نقي نفسنا من الادمانات دي كلها، او من المخدرات اللي هي ايه العصريه، غير اللي هي المخدرات اللي هي التقليديه اللي هي زي المخدرات الحاجات زي كده. فازاي حضرتك نقي نفسنا من ونقي اولادنا من الاول خالص، لان كده يعتبر عندي اطفال صغيرين قاعدين على طول على النت، فايه الحل؟ هو فعلا حضرتك احنا معانا فعلا سؤال، هو ازاي نقدر نتفادى الوقوع في مشكله زي دي. هنرد على حضرتك بس هناخد اتصال تاني. معانا اسماء من الغربيه، اتفضلي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي حضرتك. الدكتوره صفيه، اتفضلي. طب هي معايا يعني اقول؟ معاكي، اتفضلي. طب حضرتك، انا كنت حلمت بخيار اخضر. تمام، عادي. ايوه كملي يا فندم، ايه بقيه السؤال؟ الو، فصل الاتصال، اتفضلي يا دكتور. طيب، ما هو احنا جاوبنا على السؤال بتاع الوقايه، فممكن بس نكمل النقطه دي وبعدين نرجع تاني للاجابه على السؤال.
احنا كنا بنتكلم بقى عن ما يسمى ازاي ان احنا نقدر يبقى فيه سكيلز او مقاييس بتقيس الادمان ده. تمام. الحقيقه حاليا في حاجات متوفره بتقيس اذا كان انت عندك استعداد لادمان الانترنت ولا لا، اذا كان عندك استعداد انك تكون ما يسمى بالريسك جيمر. ريسك جيمر يعني في خطوره لادمانك للفيديو جيمز، لادمان السوشيال نتورك عموما، فيسبوك او الانستا او الحاجات الشبيهه. تمام. فبالتالي الحاجات دي احنا بنستخدمها عشان نقدر نحدد اللي قدامنا ده فعلا وصل لمرحله ادمانيه، وصل لانهي مستوى في الادمان، هل هو مستوى بسيط ولا مستوى سيفير، او يعني اللي بيقولوا عليه الدرجه القصوى من الادمان اللي هي مستدعيه التدخل العلاجي من الطبيب النفسي. فدي حاجه من الحاجات اللطيفه قوي اللي يعني ثقافه، وايفن الناس ممكن تفتح السكيل دي، في بعضها بيسموها سيلف ريبورت سكيلز، يعني انت ممكن تقيس نفسك او تقيم استخدامك بيها. حاجه كمان اللطيفه قوي، احنا بنقول دايما البني ادم بيكون مقياس نفسه يا دكتور، او هو اللي بيعرف يقيم نفسه. بس زي ما قلت لك المشكله ان في بعض الناس بتبقى حالات مرضيه، حالات رير قوي، مش هيقدر ان هو يعمل ده. تمام. فده دايما محتاج اللفت نظر والاهتمام من المحيطين بيه، او هم اللي هيواجهوه. تمام. كمان في حاجه لطيفه قوي بقى للولاد، احنا كنا اتكلمنا عن ازاي نقي اولادنا، قلنا لازم يبقى عندهم نمط حياه صحي والانشغال بنشاطات كتير. الحاجات كمان اللطيفه الموجوده حاليا ان دلوقتي بقى في بروجرامز كتير قوي موجوده بتخليني اعمل كنترول لاستخدام النت للاولاد. بنزل البروجرام ده عندي وبنزله عند موبايلات او اللي هو بيعمل الارم ده. مش بس كده، ده ممكن يقفل النت عليه بعد انتهاء التايمنج اللي احنا متفقين عليه. بنتكلم مع بعض الاول، بنقعد وببدا افهمه الانترنت دوت لطيف وليه استخدامات ايجابيه وكل حاجه، بس لو احنا سيبنا الموضوع زياده عن اللزوم هيبدا يضرنا، وهيضرنا في 1 2 3، مش هننام كويس، هنبقى متعصبين، احنا انت بتوحشنا وعايزينك تقعد معانا. فهنتفق مثلا ان احنا هنستخدمه الوقت الفلاني على مدار اليوم في الحاجات الفلانيه. تمام. يعني مثلا هتلعب جيمز كذا، هتلاقي برده ما هو من الحاجات اللي داخله مثلا البلاي ستيشن والاكس بوكس، ما دي برده هتعتبر ان انا لازم احطها في تنظيم الوقت بتاعه. تمام. وبعد ما هينتهي التايمنج ده هنقفل، انت ما قفلتش انا هقفل انا. لان طبعا ما ينفعش تعمليها له كمين هيتعصب وهتبقى مشكله. بالظبط ده كنت عايزه اقوله. وممكن ايفن الواحد يعمل كنترول على نفسه بده، ان هو بيشوف الكونسامشن بتاعه على النت او على مواقع التواصل شكله قد ايه، وبعد ليميت معين يقدر يعمل ستوب لنفسه. طيب دكتور معانا اتصال، استاذه علياء اتفضلي. الو. ايوه. الو. الو. ايوه. ايوه صباح الخير استاذه علياء اتفضلي. صباح النور، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا اتفضلي معاكي. دكتور انا ابني بيتعصب جدا موضوع الجيم ده، لما باخده منه بيفضل يتشنج ويقعد يعيط، وبقيت ان انا مش قادره اعمل كنترول عليه فيه خالص. هو عمره قد ايه؟ هو عنده 4 سنين. 4 سنين. اوكي. يعني بيستهلك ويعني بياخد وقت قد ايه عليه تقريبا؟ هو دلوقتي اول ما يصحى من النوم لازم يقعد يدور على الموبايل، وانا بقيت اخبيه منه. يقعد يتعصب، لما يبقى بياكل يبقى عايز يمسك الموبايل برضو يتفرج. طب انت بتخبيه منه بتديله بدائل تانية؟ ممكن اشغله كرتون او حاجة على التلفزيون. بيتقبل ده ولا برضو بيبقى متضايق؟ لا بيتقبله ساعات، بس تمام. برضو بيفضل يدور على التليفون، هو تمام. خلاص مجرد ان هو عايز اي تليفون قدامه. تمام. يعني تليفونه مش موجود، يدور على تليفوني على تليفون بابا. اوكي. في حاجة تانية يا أستاذة علياء حاجة تحبي تسألي فيها الدكتور؟ لا ميرسي خالص، ميرسي جدا على البرنامج ده، انتوا بتدونا معلومات كويسة جدا. ميرسي جدا لذوق حضرتك أستاذة علياء، ويا رب دايما نكون عند حسن ظنكم. اتفضلي يا دكتور. شايفة 4 سنين. خلاص في ريبورت أصلا إن بيبدأ المشكلة أحيانا في بعض الولاد من سن 2 و3 سنين، ف4 سنين وعنده ارتباط قوي جدا، يعني ده معناه إن ممكن كمان كام سنة قدام إحنا مش عارفين هيبقى الارتباط ده هينفع يتكسر ولا لأ. أنا رأيي إنها لازم تنزل الولد ده يلعب رياضة، تشترك له في أي رياضة، السباحة، لازم يكون في بديل، تخليه بقى ما هو عنده طاقة هو مش عارف يطلعها. هي بتقول حتى إيفن إنها لما بتعرض عليه الكرتون بيرضى بس على مضض، وده معناه ان هو الحمد لله احنا عندنا استعداد ان احنا نتقبل اوبشنز ثانيه. نستغل بقى الحته دي، حطي وقت ان انت تلعبي معاه، وقت بتاعك انت وهو، او انت وهو ولو ليكوا اخوات، يعني لو ليه اخوات من سنه او قريبين من سنه هنقعد هنلعب جيم، هنعمل مثلا بازل، هنلعب ليجو، هنعمل اي حاجه. ونزله يلعب رياضه 3 مرات في الاسبوع على الاقل، رياضه او 2 ممكن في سنه 4 سنين رياضات كتير قوي بتبدا. والموبايل ما تعمليهوش بقى بطريقه ان انا خبيته حرمته، لا هيبقى بالاتفاق. لو انت عملت الجيمز يعني نزلت ولعبت الرياضه بتاعتك والدنيا مشيت كويس وقعدنا لعبنا مع بعض وكنت ملتزم طول اليوم، هديك مثلا الموبايل ساعه. تمام. خلاص انت عارفه ان هو المفروض ان هو لغايه سن 6 سنين استعمال الموبايل لا يتخطى من نص ساعه لساعتين بالماكسيمم.
وفي كلام كتير قوي بيقول ان ممنوع نهائي قبل سن 3 سنين ان اي طفل يمسك موبايل. بس للاسف الكنترول بتاع ده مستحيل. ما هو انا قاعده في البيت، انا ماسكه الموبايل، بابا ماسك الموبايل، فهو غصب عني شايفنا. بالظبط. فلو انا هقدر اعمل كنترول على نفسي ان طول ما انا قاعده معاهم مش ماسكاه، وده تقريبا شبه مستحيل اصلا يعني، هيبقى حاجه كويسه. بس لو مش هقدر يبقى هيبقى بالاتفاق وبوجود انشطه اخرى بيعملها. طيب دكتور، على مستوى العالم قريت احصائيه ان اكتر 10 حاجات الانسان بيدمنها هو اول حاجه الكحوليات والنيكوتين، بعد كده المخدرات، القمار، الافلام الاباحيه، الهواتف الذكيه، العاب الفيديو جيم، الطعام، العمل، التسوق. دول اكتر 10 حاجات على مستوى العالم، العالم كل مدمنها. في حته احنا عاوزين نتطرق شويه لمنطقه شويه كريتيكال يعني، اللي هي ادمان المواقع الاباحيه او ادمان اللي هو موضوع السكس عامه. لان بشوف في احصائيات كبيره جدا ان مصر سبيشالي دخلت اكبر يعني طلعت ترند يعني بصراحه، فان هي اكتر ناس بتعمل سيرش على المواقع الاباحيه على الانترنت. فاحنا عايزين نعرف هل هو ده بيبقى ادمان فور سكس ولا ادمان للانترنت؟ بصي، اصل هو السكس ادكشن حاجه مختلفه شويه عن المواقع الاباحيه. تمام. سكس ادكشن يعني ادمان للسكس نفسه. خلاص، ممكن بقى يكون بالدخول بعلاقات فعليه باي طريقه، سواء كان مثلا علاقه فعليه يعني علاقه جنسيه فعليه، او ما يسمى بالفون سكس اللي هو عن طريق المواقع بتاعت الديتنج وغيره. بس هو الادمان هنا على الاكت نفسها، عن العلاقه الجنسيه نفسها. ده مختلف شويه عن الادمان بتاع البورنوجرافي. يعني ممكن اللي بيدمن بورنوجرافي او مواقع اباحيه ده اصلا عنده مشاكل جنسيه وغير قادر على اقامه علاقه كامله سليمه من اساسه. فدي بتختلف عن دي شويه. الادمان بتاع يعني ان انا اعمل دايما سيرش على المواقع البورن او الكلام دوت، جزء منها ممكن يكون مرتبط بادمان الانترنت، بس هيظل المشكله الاساسيه هنا ان انا مدمن للحاجه دي، للحاجات اللي هي ليها علاقه بالمواقع الاباحيه والحاجات الجنسيه. انا معاكي تليفون. معانا تليفون، معلش. استاذ احمد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. الله حضرتك، بدي اسال الدكتوره بس سؤال بعد اذن حضرتك. اتفضل دكتور، مع حضرتك اتفضل. لو سمحت يا دكتوره، ابني عنده 19 سنه بيتعرض للادمان، كان بياخد حبوب مخدره. بياخد ايه يا فندم؟ حبوب ايه؟ الله، ترامادول تقريبا. ترامادول. تمام. حضرتك، هو خدها لمده 2 سنين تقريبا، ودلوقتي كل ما ببص له ده يعني تلاقيه قاعد مساهم كده ما بيتكلمش خالص. يعني هو دلوقتي يعني مبطل ما بياخدش حاجه؟ لا، هو مبطل بس ما بيتكلمش خالص، دايما قاعد ساكت كده ما بيتكلمش خالص خالص. يعني هو يعني دايما لما ابص له في عينيه كده ما بيردش عليا، دايما قاعد كده وساكت وخلاص وما بيتكلمش خالص خالص خالص. طب انت ملاحظ عليه اي تصرفات تانية مش طبيعيه؟ لا، يعني كل تصرفاته مش طبيعيه. ازاي؟ يعني حتى يعني بحس كده ان درجه الوعي عندهم ما عادش مظبوطه زي الاول. تمام. هو كل حضرتك بنبقى قاعدين كده اتكلم معاه ما يردش. في عالم ثاني. كان في اي تاريخ لجرعه زايده او حاجه يا فندم؟ خد جرعه زياده او؟ والله حضرتك انا عرضته على كام دكتور ومفيش نتيجه، فاستاذن حضرتك يعني بالله عليك شوفي لي اي حل، يا اما اتواصل عن حضرتك عن طريق اي تليفون بعد اذن حضرتك. تمام. ماشي. شكرا لحضرتك. هو كل ارقام التواصل مع الدكتور موجوده على الشاشه، والارقام والعنوان. ماشي يا فندم، شكرا جزيلا، تحت امر حضرتك. طيب، هرد على سؤال وبعدين نرجع للبورنو سكس ادكشن. بصي، هو واحده من المشاكل القويه جدا اللي بتظهر مع ادمان بعض المواد المخدره، ان ممكن المريض ده يدخل في اعراض، سواء كانت اعراض فصاميه، اعراض اكتئابيه. واضح قوي ان اللي انت بتوصفه ده ان في مرض نفسي ناتج عن فتره الادمان دي بدا يكون موجود. ايه هو؟ مش هيبان طبعا الا لما نشوفه، بس ساعات كتير جدا بنشوف حالات مثلا عندهم حاجه بنسميها الاموتيفيشنال سيندروم، اللي هو اضطراب فقدان الرغبه في الحياه. يعني يبقى قاعد لا عاوز يدرس ولا عايز ينزل ولا عايز يتحرك ولا عايز يستحمى ولا عايز يتواصل او يتكلم مع حد. دي نقطه لازم ندور عليها. النقطه الثانيه، لو في اي تاريخ ان حصل جرعه زايده، نوبات صراعيه نتيجه المواد المخدره اللي كانت بتتاخد، لازم نتاكد ان مفيش حاجه عضويه نتجت عن الحاجات دي. هو ممكن الترامادول او اللي هي الحاجات المخدره دي ممكن تعمل خلل في عضوي في كل المخدرات بتتسبب في خلل عضوي، بس بدرجات. الترامادول واحده من الحاجات اللي ممكن لو خد اوفر دوز مثلا، خد جرعه زايده، لو دخل في بعض النوبات الصراعيه او لخبطه في كهربه المخ نتيجه جرعه زايده او نتيجه وقف فجائي للمواد المخدره ديت، فبالتالي في حاجات عضويه كتير ممكن تنتج، بنستثنيها وبنستثني وجود مرض نفسي ناتج عن الحاجات دي.
طيب يا رب يكون إجابة إن شاء الله يكون إن شاء الله. اتفضلي يا دكتور كملي. طيب هنكمل بقى. إحنا النقطة إن حتى إيفن دلوقتي دي واحدة من المشاكل القوية، وللأسف الناس بتخجل إنها تلجأ للعلاج في الموضوع ده. يعني ساعات مثلا يجي لنا رسائل تواصليه على الصفحه بتاعه العياده ان في ناس عندها المشكله دي، عندها ادمان مثلا على العلاقات الجنسيه، او عندها ادمان على مواقع البورن، ممثله مشكله كبيره جدا. في بيوت كتير قوي بتتخرب بسبب حاجات زي ديت، وهو مش قادر ان هو ياخد الخطوه للجوء للعلاج، او هي مش قادره تاخد الخطوه للجوء للعلاج. الحاجات اللي زي دي لو وصل لمرحله ان انا عارف المخاطر وعارف المشاكل وبالرغم من ذلك مش قادر اتوقف ومستمر، او عندي ادمان على حاجه مش طبيعيه وحاجه بنقول عليها مش المعتاده او مش طبيعيه. في بعض الناس عندها ادمان على بورن لحاجات معينه، حاجات مثلا فيها نوع من انواع الشذوذ او حاجات مش مظبوطه، هنا لازم تلجا للعلاج عند طبيب نفسي. تمام، خلاص ده كده ادمان وده لازم يتعالج، ملوش حل تاني. طيب دكتور، بالنسبه لحضرتك قلتي اللي هو موضوع الشذوذ، في الفترة الأخيرة طالع شوية حاجات كده، أكيد هي موجودة قبل كده بس هي دلوقتي طلعت بكثرة، أو إحنا شايفينها كتير في المجتمع اللي إحنا فيه، اللي هو موضوع الترانسكشوال، وموضوع إن الراجل بيتجه لراجل ممثل ليه، أو ست وتتجه لست ممثلة زيه. هو الترانسكشوال واضطراب الهوية حاجة، والميول الجنسية اللي هي الهوموسيكشواليتي يعني حاجة تانية. انا عارفه، بس انا بتكلم ان ده بقى موجود. طب دكتور هكمل السؤال، بس معانا اتصال. طيب. اتفضل استاذ احمد. السلام اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت ممكن اشارك في البرنامج مع حضرتك؟ اتفضل. حضرتك تناولت موضوع مهم جدا، يعني خلاني ان انا اتفعلت واتصل بحضرتك في ظاهره انا بلمسها يمكن مره في الاسبوع من احتكاكنا بالناس والمواصلات، و أنا أصلاً مندوب مبيعات، فبتعامل دايماً في المواصلات، بركب مواصلات كتير. تمام. بلاقي في حاجة غريبة قوي، ببقى مستغرب إن بيحصل وأنا مثلاً راكب المواصلة ألاقي مثلاً في نوع من التحرش الجنسي بينا وإحنا حتى رجالة، يعني رجالة مع رجالة. تمام. فالموضوع بيخليني مقلق، يعني إيه ده؟ وبعدين أبدأ أتعامل مع الشخص المتحرش، أنا ببقى مثلاً مش فاهمه، يعني إيه اللي بيحصل ده؟ فابدا اتعامل معاه، الاقي واحد بيقول لي مثلا على فكره ده بيبقى مرض، ده مريض، ده تعبان، ده ما تتعاملش معاه كده، ده هو اصلا مضطرب نفسيا. مضطرب نفسيا ايه؟ لا انا لازم اادبه ده. فانا الدكتوره بتتكلم من الناحيه السيكولوجيه او من علم النفس، انا برضو مش فاهم اتعامل معاه ازاي؟ هل اتعامل معاه بالعنف؟ ولا اتعامل معاه ازاي؟ مثلا ان انا ابعد عنه وخلاص واتجنبه وخلاص، بس في نفس الوقت الموضوع برضو بحسبه على ناحيه كرامتي انا. ما انا لازم اخد حقي عشان اكون مستريح. تمام يا استاذ احمد، حاضر، هنرد على سؤال حضرتك. تشرفت، اتفضل يا دكتور. طيب عايزين نرد على السؤال الاول ولا يا ريت. طيب هو بس لازم نفهم ان المتحرش مش لازم يكون مريض نفسيا خالص، بلاش نقعد نسبق كل الناس بالظبط، بلاش النفس. بلاش ان احنا نقعد نعلق يعني اخطائنا على شماعه المرض. مش كل حاجه هنبررها بالمرض. في ناس عندهم مرض نفسي ممكن يكون التحرش جزء من المرض، بس التحرش ما هوش مرض في حد ذاته. التحرش دوت معناه ان انا بني ادم عندي سلوك سيء، وما عنديش نوع من انواع الخوف او القلق من ان يعني ايه اللي هيحصل، يعني انا مستهتر، شايف ان هو ايه يعني الرادع اللي هيرضعني، وبدي لنفسي مبررات. يعني مثلا يعني اهو ده بيقول لك راجل وبيتم التحرش بيه، الله يكون بقى في عون البنات والمأساة طبعاً اللي هم بيشوفوها في حياتهم. يعني ف لو في موقف زي كده وتعرضنا للتحرش، مفيش مانع ابدا ابدا ان انا لازم اتخذ موقف حازم، وده اللي احنا دايما بنقوله. يعني حتى لما بيجي لي مثلا بنت وتحكي لي حاجه زي كده وقد ايه تبعاتها النفسيه عليها كانت سيئه، بقول لها لا، لو الموقف ده اتكرر تاني خدي موقف حازم واللي يحصل يحصل، اسمك هتبقي خدتي حقك. مش لازم الموقف الحازم انا همسكه اضربه، بس المهم فضحته، حسسته ان انا مش خايف، او ان انا مش حد مقصور مثلا وخفته وحسيت ان انا العيب فيا، او ان انا السبب ان الناس بتتحرش بيا. عملنا فضيحه، عملنا هيصه، عملنا مشكله، عندي المقدره المستوى اعلى من كده وهقدر مثلا اعمل له محضر كان بها، لكن ان انا اعدي الموضوع عادي واقول ده مريض نفسي لا. وحتى لو انا عندي شك ان في نسبه من المتحرشين مرضى نفسيين، وحتى لو هو مريض نفسي يروح يتعالج، بعد موقف زي ده هيبدا يقلق شويه ويخاف من سلوكه وهيحاول ان هو يبدا يلجا للعلاج. لكن يعني اصل في ناس بيتهيألها مثلا المتحرش ده شخص مثلا مغيب او كده، لا مش دي النسبه الاكبر، بالعكس النسبه الاكبر لو هو مغيب ما كانش هيتحرش، هو عارف هو بيعمل ايه.
طيب دكتور نكمل بقى موضوع الترانسكشوال او اللي هو التحول الجنسي. هي الحاجات دي موجوده من زمان قوي. ما انا بقول انها موجوده بس دلوقتي انتشرت اصلا في تقسيمات الطب النفسي من فترات بعيده جدا جدا. ايه ليه بدات تظهر بزياده دلوقتي؟ عشان الناس بقت طول النهار مدمنه على الانترنت، بقى في حريه راي خلاص، فبالتالي بدات تلاقي مثلا جروبس معموله للكلام ده، جروبس كامله، تلاقي مثلا تشاتنج رومز كامله خاصه بالكلام ده. فعشان كده احنا بدانا نشوفه اكتر، مش عشان هو بدا يظهر اكتر. بدا الحد مثلا اللي ممكن يكون كان عنده شويه ميول فقط لغير، يلاقي مجال اكتر ان الميول دي تكبر، تبدا تتحول لحاجه اكبر من كده. وعشان كده دايما احنا بنقول ان الاستخدام السلبي للانترنت دايما بياخدني لسكه اسوا من اللي انا فيها، مش هياخدني لسكه احسن. في ناس مثلا بيتقال لك لا ده انا هقعد على الانترنت وهطلع معلومات وهعرف. عندي من الحاجات الظريفه جدا، اي مريض بيجي لي العياده بيقول لي انا عملت سيرش وتواصلت مع مرضى اخرين عندهم نفس الحاله بتاعتي. طب مين قال لك ان دي يعني مش حاجه صح؟ طبعا طالما مش اندر سوبرفيجن هي مش غلط 100%، بس هي مش تحت سوبرفيجن. يعني مين قال لك ان الكلام اللي هتسمعه ده كله صح؟ مين قال لك ان مفيش حاجات مضلله؟ مين قال بيحصل تشتيت بالظبط؟ فبلاقي بقى ان زي مثلا اقول الدواء الفلاني هناخده، لا ده انا عرفت ان هو بيعمل كذا ومن فلان بيعمل كذا. ما ده ممكن يحصل لهم هم، لكن انت ما يعديش عليك. كل بني ادم جسمه وظائف جسمه مختلفه. يعني هو ده اللي احنا دايما بنقوله، ان للاسف الاستعمال المبالغ فيه للنت في كل خطوه ده هيكون تبعاته اذيه مش افاده. تمام. طيب دكتور حضرتك هنرجع برضو لموضوع معين اللي هو الاطفال الصغيره اللي بتدخل وهي مع كامل احترامي هي لسه يعني لم يحدث بلوغ، اللي هم في الولاد او البنات وان هم بيدخلوا يعملوا سيرش على المواقع الاباحيه وان هم عايزين يعرفوا ده ايه. هو النقطه في ايه؟ ان اولا الحاجات دي بقت افيلبل قوي. يعني هو مثلا لو فتح التلفزيون ممكن بمنتهى السهوله وهو بيالف في قنوات يقع في قدامه حاجه. تمام. لو دخل على الانترنت ممكن تظهر قدامه حاجه. الولاد دلوقتي بقوا بيحصل لهم نوع من انواع الماتيوريتي والنضج بدري شويه. تمام. او بدري شويتين، عشان كده احنا ايفن في حملات كتير قوي اتعملت ان احنا بنبدا نوعي الاطفال للتحرش من سن دخول المدرسه. انت متخيله بدري ازاي؟ لسه هيدخل المدرسه بنبدا نوعي نقط معينه، في فيديوهات كامله بدات تنزل عن ازاي توعي طفل في السن دوت بطريقه لطيفه ما تاذيهوش بيها. تمام؟ من كتر الحاجات السيئه اللي شفناها والحوادث اللي شفناها. برضو من الحاجات اللطيفه الام تبقى عامله بوندنج قوي مع ولادها، قريبه منهم قوي، بتتكلم معاهم في كل حاجه. ايه اللي حصل النهارده في المدرسه؟ اليوم كامل حصل فيه ايه؟ شفت ايه؟ عملت ايه؟ افرضي ابني او بنتي جه وحكى لي حاجه خضتني، اتصرف ازاي؟ رد الفعل بتاع اول مره ده هو اللي هيحدد علاقتك بيه بعد كده على طول. لو رد الفعل كان انفعال، اتخضيتي، زعقتي، ضربتي، انت فقدتيه كده على طول، مش هحكي لك حاجه تاني. لازم ابقى مجهزه نفسي ان لازم رد الفعل بتاعي هيكون احتواء. تمام. معانا التليفون استاذ عمر، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا مبسوط جدا ان انا بتكلم في البرنامج، وحابب اتكلم عن جزئيه بسيطه جدا وهي ادمان السوشيال ميديا والغياب الاسري والتفكك الاسري اللي بيحصل. غياب الاسره او غياب دور الاب وغياب دور الام ده بيبقى ليه مشكله في الادمان ايا كان نوع الادمان ايه. هو لو في متابعه من الاسره او في متابعه من الوالد او الوالده ده بيؤدي ان الطفل او الطفله او البنت او الولد ان هو بينشغل بحاجه ثانيه عشان خاطر يطلع كل ده. فالفكره كلها ان احنا عندنا ادمان سوشيال ميديا ده بقى حاجه رهيبه جدا. تمام. حضرتك حابب تضيف حاجه تانية؟ لا لا شكرا. شرفتني حضرتك. معانا اتصال تاني استاذ محسن. الو؟ الو استاذ محسن؟ اعاود الاتصال بينا تاني استاذ محسن لان فصل الاتصال. اتفضل يا دكتور. هو الحقيقه اضاف نقطه لطيفه قوي وقال ان الغياب مقصود ايه بالغياب. ما هو الغياب مش لازم يكونوا مثلا مجرد انفصال، ممكن يكون الام والاب دول مش عندهم لغه تواصل اصلا مع اولادهم، هم نفسهم ما بيتواصلوش مع بعض وما بيكلموش. عشان كده دايما البيت اللي فيه بنتجمع على حاجه، بنتجمع مثلا على فيلم بالليل، بنتجمع على وجبه، دي حاجات اساسيه ما بنفقدهاش. يعني مثلا لو مواعيد بابا ما تسمحش يتغدى معانا يبقى احنا حاطين وجبه العشاء دي اللي بنتجمع عليها. لو مثلا في برنامج معين مناسب للولاد والاعمارهم هنقعد وهنشاركهم فيه وهيبقى قاعده لطيفه. طول ما في حاجه بتجمعنا مع بعض وبتعمل بينا لغه حوار، حتى لو في حاجه غلط انا ما اقدرش امنع الغلط بنسبه 100%، فحتى لو في حاجه غلط هتظهر بدري وهعرف اتعامل معاها صح ومش هخليها تتطور معايا.
طيب دكتور، في حاجة مهمة أو سؤال مهم جدا، في حاجة اسمها إدمان شخص؟ بصي، لا هو مفيش حاجة اسمها إدمان شخص، لكن هو الإدمان هنا ما بيكونش على شخص معين، هو الإدمان هنا بيكون على نوعية العلاقة مع هذا الشخص. تمام. يعني الشخص ممكن يكون اكس او واي او ايا كان، لكن نوعية علاقتي معاه إدمان ستايل معين من العلاقة. تمام. لما بحس ان الحاجة اللي بتقدمها لي العلاقة دي مش موجودة، انا بحس ان انا بنهار، مش عارفة اعيش، مش عارفة اكمل يومي. ايه بقى الحاجة دي ايا كانت؟ مثلا محتاج للاهتمام، انا باخد اهتمام. انا مثلا محتاج ان انا في حاجات معينه الشخص ده بيعملها لي او بتعملها لي، مفيش حد تاني بيقدر يعمل لها استبدال. طيب دكتور هنكمل، معلش انا اسفه بس استاذ محسن اتفضل عشان الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. بقى نوع الادمان ده انا عندي واحد يعني معرفه، فلازم كل يوم نص التنول ده لو ما خدهوش ما يتحركش من المنزل. فيبقى ايه علاجه بقى؟ حضرتك عندك استفسار تاني يا استاذ محسن؟ لا شكرا يا فندم. تحت امرك حضرتك، الدكتور هتجاوب على حضرتك. للاسف الترامادول من الحاجات المنتشره جدا جدا جدا. هو بيقول تامول. ما هو التامول هو الترامادول، هو اصلا الترامادول اللي موجود في الاسواق حاليا مستورد من الصين ومخلط بمواد اخرى وحالته حاله يعني. تمام. وبيسبب العديد والعديد من الامراض النفسيه. اوكي. هي ادمان الترامادول او التامول او الحاجات ديت من الحاجات اللي لازم يبقى فيها احيانا، اولا لازم اللجوء لطبيب نفسي، لان العلاج هنا هينقسم لجزئيه علاج دوائي وجزئيه علاج نفسي وسلوكي. في بعض الحالات احنا احيانا كمان بننصح بالحجز في مكان علاجي او مصحه علاجيه للتاهيل لو الحاله شديده ومش قادر ان هو يسيطر على نفسه بره. تمام. يعني يروح مصحه احسن الاول، هنتعرض طب نفسي، ولو الحاله وصلت لدرجه قصوى هيتحول على مصحه. طيب دكتور ممكن نرجع لموضوع الادمان الشخص ده، بعد كده هسال على حاجه في تبع المخدرات. ما هو يعني هي النقطه في ايه، هي يعني ايه فكره ادمان؟ هو ليه ادمان اصلا؟ حاجه الواحد بيبقى معتاد عليها ان هو بيعملها. الادمان ده مرتبط بحاجه لطيفه قوي، ماده في المخ اسمها الدوبامين، مسؤوله عن البلاجر، عن السعاده. تمام. اي حاجه هتطلع لي نسب عاليه من الدوبامين وانا عندي نقص في النسب دي هبدا اعمل ارتباط معاها. تمام. لو مفيش بدائل اخرى الارتباط ده هيبدا يتحول لارتباط مرضي. هو ده نفس الفكره، الادمان على علاقه معينه او على شكل علاقه معينه. تمام. بس خدي بالك ان مش كل بني ادم عرضه لده، في شخصيات معينه بتبقى عرضه لده اكتر من شخصيات اخرى. تمام. يعني بتبقى في ناس يعني مثلا عندك حاجه بنسميها اضطراب الشخصيه الحديه. كتير قوي من الناس اللي عندهم اضطراب الشخصيه الحديه بيخشوا في علاقات مضره ومؤذيه بسبب ان هو ما يقدرش يستغنى عن العلاقه دي، عنده نوع من انواع الارتباط المرضي بالعلاقه دي. احنا ساعتها بنسميه ارتباط مرضي اكتر منه ادمان. بيبقى ارتباط مرضي اكتر منه ادمان. طيب دكتور في بعض الحالات بيبقى مثلا حد بيكون مرتبط بشخص معين جدا في حياته وفجاه الشخص ده بيختفي او بيحصل له يعني بيتوفى او حاجه. بس هنا ده ارتباط صحي، يعني انا مثلا ممكن انسان مرتبط مثلا بمامته بباباه، ده ارتباط طبيعي وصحي ومنطقي. تمام. يعني دي حاجه طبيعيه وليست مرضيه بالمره. طب ما هو يعني في ناس بترفض القبول بالواقع او بترفض الاستسلام او بترفض انها تعترف ان الموقف ده حصل حتى لو عدى عليه لونج تايم او يعني وقت طويل. ما هو في مراحل بنسميها المراحل بتاعه التقبل. اول مرحله ان انا بيبقى عندي نوع من انواع الانكار، يعني مثلا فقدت حد عزيز، لا ما ماتش، لا موجود، ما ماتش، انا لسه حاسس انه هو موجود. بعدين بيبدا بعد كده مرحله الغضب، انا مش قادره اتقبل، انا غضبان، ليه حصل كده، انا مش قادر ان انا استوعب اللي حصل ده. بعدين يبدا يخش في مرحله من نوع من انواع الحزن او الكآبه نتيجه الفقدان ده، والطبيعي ان المراحل دي تنتهي في النهايه بالتقبل، ان انا الشخص ده عمري ما هقدر انساه، حاجه مهمه جدا في حياتي، ولكن انا عارفه ازاي اكمل حياتي ده بطريقه صح. فرض انا ما قدرتش اعدي بالمراحل دي بصوره طبيعيه، هنا بقى في مشكله. هل انا دخلت مثلا في اكتئاب نتيجه فقدان هذا الشخص؟ هل انا دخلت في حاجه مرضيه مش قادره اتخطاها؟ لو حاجه زي كده هتستدعي العلاج، لكن المرور بالمراحل دي كلها يعد طبيعي. لو ما قدرتش اوصل لما يسمى بالتقبل فضل عندي دايما مشكله، هنا دي هتبقى حاجه مرضيه. طيب معانا اتصال استاذ احمد. فصل الاتصال. طيب دكتور في دلوقتي ظاهره منتشره جدا بتاعه تجاره المخدرات بتوع الاندر ايج اللي هم تحت السن، اللي هم الاطفال يعني اللي هم تحت السن القانوني، اللي هم ما ينفعش ان هم يتحاسبوا او القانون يحاسبهم. الناس اللي هي الادلتس او الناس اللي هي الفوق سن 21 بقوا بيستغلوا الاطفال الصغيره ان هم يتاجروا في المخدرات
فبالتالي او بالتبعيه ان الاطفال دولت زي ما بيقولوا طباخ السما بيدوقوا، بقوا بيدوقوا بيتعاطوا المخدرات دي، وبقوا يعني اون ديلي بيز، او يعني خلاص هو ما بيقدرش ان هو يطلع يوزع المخدرات، او ان هو يعني هو ديلر بيشتغل ديلر، ما يقدرش ان هو ينزل يبيع المخدرات او ان هو يوصل المخدرات من حاجه لحاجه غير ان هو يتعاطى المخدر ده. تمام، سبيشالي الحاجات اللي هي زي الترامادول والحشيش والحاجات اللي هي ادويه الكحه والحاجات اللي هي دي. فعايز اعرف مدى خطوره المخدر بصفة عامة على الأطفال اللي هم في سن من 6 و7 لحد 15 سنة، يعني الأطفال بصفة عامة إيه يعني ده بيحصل تلف طبعا مبكر في خلايا المخ ولا بيحصل إيه بالظبط؟ هو هي النقطة، المشكلة كمان مش بس كده، المشكلة إنه حتى لو ما وصلش لمرحلة إدمان، لأنه مش شرط إن هو الطفل ده يوصل لمرحلة إدمانية أصلا، خلاص؟ هي النقطة إن كل ما كان بداية أي مادة مخدرة مبكر، كل ما الاضطرابات اللي هتنتج في شخصيته هتكون سيئة والتعامل معاها بعد كده صعب. هتلاقي بقى اضطرابات في السلوك، اضطرابات في الشخصيه بعد كده قدام. فحتى لو مشكله الادمان بتبعتها ما حصلتش، يعني مثلا ما جالوش اصابه معينه او مشكله في خلايا المخ، فانت التعامل مع الشخص ده على المدى البعيد هتقابلك مشاكل كتير قوي قوي قوي. واحنا في كتير قوي بنشوف حاجه بنسميها اضطراب المسلك او اضطراب السلوكيات في الاطفال، واحده من الحاجات اللي في التدخين او تعاطي بعض الانواع المخدره. المشكله مش هتكون بس في الحته دي بس، ده هو الاضطراب كله على بعضه فيه 100 مشكله، سرقه كده، شخصية غير سوية، عنف تجاه أي حد، فهتبصي تلاقي إن في الآخر علاج الشخصية كلها على بعضها أزمة كبيرة ومشكلة كبيرة. طبعًا يعني هي النقطة اللي أنتِ بتتكلمي في أطفال ليس لهم دعم، يعني ما فيش حد هيتابعهم ولا هيعالجهم. ما هو ليس لهم دعم، عشان كده هم يا دكتور بيستخدموهم عشان ما يتحاسبوش، يعني ما يبقى يعني ما يدخلوش تحت طائرة القانون. مع إن أنا أعرف إن هم بيخشوا اللي هي الأحداث أو كده، بس اللي هو مش بياخدوا تأبيدة بقى واللي هي مؤبد واللي هي الحاجات اللي هي الكبيرة دي. ما أنا بقول لك الكارثة مش هتكون بس في، مش بس حتة إدمان المخدرات ده، في تبعاتها بعد كده على شخصيته طول حياته. بيبقى بلطجي، بيبقى حد يعني طفل، يعني هم بيبقى هو ممكن يعانوا من كمية أمراض نفسية كبيرة جدا. طبعًا، لأن هو طبعًا دكتور أنا بس سؤال مهم، المخدرات فعلًا بتكون تبعياتها أو النتيجة اللي بعدها بسبب مرض نفسي شديد؟ في حالات عندها ما يسمى بالاستعداديه للمرض النفسي، لو ده خد المخدرات وارد جدا ظهور الاعراض المرضيه. واعرف ان في ناس بتاخد منومات او بتاخد المخدر عشان تنام، عشان تهرب. هو هي النقطه، ما هو ده مش هينفع مع كل انواع المخدرات، لان في مخدرات بتتاخد عشان ابقى مبسوط وفايق وبعمل دماغ. لا انا بتكلم على الادويه اللي هي بتاعت المنومات. هي عاده زي ما كده، ما في حد من المتصلين قال لنا هي بتكون البدايه دايما خير، يعني انا مثلا هاخد نص حبايه، لا حبايه وانا عندي استعداديه، هبص الاقي نفسي عمال ارفع في الكميات وبدا يبقى عندي مشكله اعتماديه ومش عارفه اوقفه وما عنديش حل بديل بوقفه، ما بنامش يا دكتور، بيحصل لي ارق شديد. عشان كده احنا لازم بقى في الحالات اللي زي دي بنتعامل بحلول اخرى بديله. زي ايه بقى؟ حاجات ما يكونش عليها ادمان، ما هو مش كل دواء هيساعدني على النوم لازم يكون جدول. في ادويه كتير جدا بتساعد على الدخول في نوم طبيعي وما فيش عليها اي ادمان وما هياش ادويه جدول. بس حضرتك من شويه ذكرتي كل اسماء العقاقير اللي هي تقريبا جدول كله، اللي هو الزولام كل اللي احنا قلناهم والزانكس والسليبراكس تقريبا اسمه. في الزانكس والزولام والليريكا كل الحاجات دي، دول جدول. لا في ادويه اخرى، في مجموعه ادويه كبيره جدا ممكن تساعدني على النوم الطبيعي بعد طبعا تشخيص سبب عدم النوم ايه. تمام. وتخليني انام طبيعي وهي لا جدول ولا ادمان واقدر اوقفها وقت ما عاوز. طيب دكتور انا فعلا كان نفسي اكمل اكتر من كده الاسئله، محتاجين بجد حلقات كتير مع بعض لان فعلا الموضوع متشعب جدا وموضوع فعلا كريتيكال جدا وحاجه بقت بتمسنا في يعني مش بس في الوطن العربي بالظبط، هي مش بس في مصر او الوطن العربي، لا على مستوى العالم. فان شاء الله نكون لينا مع بعض حلقه تانية او اكتر من حلقه ان شاء الله. حضرتك شرفتيني جدا جدا ومرسي لوقت حضرتك ومرسي لمعلوماتك القويه. اعزائي المشاهدين كنت معانا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا. بحب بس اوجه رساله لمامي، كل سنه وانت طيبه يا مامي، عيد ميلادك النهارده، عقبال مليون سنه وربنا يديمك على راسي. كل سنه وهي طيبه. وحضرتك بالصحه والسلامه يا دكتور، ميرسي. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده في الحلقه ونكون قدرت يعني اغطي معلومات او اسئله كتيره جات لي. ويا رب دايما نكون عند حسن ظنكم، استنوني في سر جديد وحلقه جديده من الحياه اسرار.